أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وإحنا معكم باستوديو مفتوح. ويوم مميز عند كل الأردنيين، يوم الاستقلال وعيد الاستقلال ينعاد على الجميع بالخير دائما والاستقرار والأمان. الشباب هم رأس مال الأمة، هم حاضرها وهم مستقبلها، ودائما جلالة الملك يركز على الاهتمام وبالشباب، ودائما الشباب موضع اهتمامه واهتمام القيادة. في مطلع الألفية الثالثة تم تأسيس المجلس الأعلى للشباب لاستثمار وتنمية طاقات الشباب بشكل إيجابي. للحديث أكثر عن محور الشباب وعن المجلس الأعلى للشباب وشو قدم أيضا للشباب في خلال ال 14 سنة من تأسيسه إلى الآن، بسعدنا يكون معنا رئيس المجلس الأعلى للشباب الأستاذ الدكتور سامي المجالي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك دكتور، وكل عام أنت بخير. أهلا. إحنا بنحكي على المجلس الأعلى للشباب، فإذا إحنا بنحكي على شريحة عمرية هامة في مجتمعنا الأردني، وهي تشكل النسبة الأكبر يعني من مجتمعنا، وبالتالي إحنا بننظر ومنخطط لمستقبل الأردن من خلال هذه الشريحة. الآن اللي كتير بهمنا إنه هذا المجلس ما هي المهام الموكلة إله لرفض كفاءة شبابنا وتهيئة جيل، إحنا بدنا جيل هو اللي يكون قائد للمستقبل بحيث يحمل هذه الراية. صباح الخير أخت لانا، صباح الخير أخت نسرين. في هذا اليوم من صباحات الوطن الجميل والأبهى، يوم الاستقلال، وهنا أتقدم بالتهنئة والتبريك لسيد مولاي صاحب الجلالة وولي عهده المحبوب بأسماء التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال. سائل الله عز وجل أن يديم على بلدنا دائما نعمة الأمن والأمان والاستقرار. حقيقة قطاع الشباب هو قطاع كبير، ومجتمعنا يوصف هنا بأنه مجتمع شبابي، أكثر من نصف المجتمع هم شباب. ومن هنا فإن صاحب الجلالة دائما في كل حواراته وكل لقاءاته في الداخل أو في الخارج يتحدث عن الشباب بأنه أمل الأمة، بأنه مستقبلها، بأنهم عدتها. ومن هنا نحن في المجلس الأعلى للشباب دائما نرسم السياسات الشبابية فيما يتعلق بالنهوض والارتقاء بهؤلاء الشباب، الارتقاء بالعملية الشبابية برمتها من كافة الجوانب، ليس هناك جانب واحد فقط، وإنما من الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والتربوي والعلمي والأخلاقي والديني والقيمي. كل هذه المحاور جميعا نأخذها بعين الاعتبار حتى نستطيع أن نؤسس لعمل شبابي حقيقي ويكون واقعي. يعني دور المجلس دكتوري هو رسم الخطط ووضع الاستراتيجيات ولا تنفيذ برامج ثلاثة ومشاريع؟ المجلس على الشباب أولا هو رسم سياسات ووضع البرامج وتنفيذها وإقامة المبادرات الشبابية. الخطط موجودة في المجلس على الشباب، هي موجودة على مدار العام، بمعنى آخر أنه من خلال المجلس على الشباب يوجد لدينا حوالي 170 مركز شبابي موزعة في مختلف مناطق المملكة. وعندما نقول شباب، شباب وشابات تابعة للمجلس، للمجلس على الشباب. وتحت مظلة المجلس على الشباب 350 نادي رياضي وثقافي واجتماعي. وهناك خمس مدن رياضية كبرى. أنا أتحدث هنا عن البيئة المادية، لأن البيئة المادية هي الأساس لأي عمل شبابي. إذا فقدت البيئة المادية فيبقى العمل الشبابي يعتريه النقص دائما. من هنا انتبهنا حقيقة، وكانت هناك المكارم الملكية السامية الكثيرة والمتعددة بهذا المجال. هناك خمس مدن رياضية كبرى، 170 مركز شبابي، 350 نادي رياضي، 11 مجمع رياضي، و11 بيت شباب في كل مناطق المملكة، و11 معسكر شبابي. فبالتالي هذه البنى التحتية المرافق هي مهيئة للشباب لأن يؤدوا دورهم بطريقة معينة. من هنا نقوم برسم السياسات، نقوم بوضع الخطط على مدار العام بكافة المراكز الشبابية حسب الاحتياجات وحسب المستجدات وطبيعة كل محافظة. يعني كل طبيعة محافظة. الآن احنا المجلس على الشباب لديه فلسفة، وهناك سياسات عامة لكل المراكز الشبابية وكل مديرية شباب. احنا عندنا 13 مديرية شباب، لأن البتراء كمان تعتبر مديرية شباب، 12 محافظة زائد البتراء، فيها خطط وبرامج شبابية. المراكز الشبابية الآن كل مركز له إدارة وكل مركز له هيئة استشارية من المجتمع المحلي، حتى نستطيع أن نؤدي الخدمة للمجتمع المحلي، وحتى نستطيع أن نحقق الهدف الأساسي من شأن المركز. قمنا كالتالي، أن الخطة التي يضعها المركز 50% منها عبارة عن سياسات وبرامج شبابية يقوم بها المجلس،
و 50% من خلال إدارة المركز مع الهيئات المحلية الاستشارية. نعم. هم يقومون ما هي البرامج التي يريدون أن تنفذ، لأنه كما تفضلتي المحافظات مختلفة. نعم. بمعنى آخر أن هناك مراكز شبابية في منطقة الجنوب، هناك مراكز شبابية في مناطق البادية. نعم. هناك مراكز شبابية في مناطق العاصمة. حاجات أهل العاصمة أحيانا تختلف عن الحاجات طبعاً. للجنوب والبادية. نعم. على سبيل المثال. وخاصة أن برامج متنوعة. نعم. في برامج اقتصادية، في برامج تربوية، في علمية. نعم. في تقنية، في حرفية. نعم. في تدريب مختلف أنواعه. نعم. وبالتالي نحن حتى نحقق الهدف الأساسي لابد أن نعطي هذا المركز الحرية باختيار البرامج. مع حتى نحكم في نهاية المطاف أن برامجنا ناجحة، الأهالي هم الذين قاموا بتصميم هذا البرامج. نعم. هم الذين قاموا بطلبها. دكتور، أنا كتير بحب أركز بأنه خططنا ما تكون فزعات، يعني تطلع الخطة لفترة زمنية قصيرة جدا. نعم. أو مبادرة. وأنا كتير يعني عندي تحسس من موضوع المبادرات، لأنها صارت تفقيس. نعم. بدون خطط، بدون. نعم. منهجية فيها وبدون استمرارية. هلأ كمجلس أعلى للشباب، كيف بتضعوا الخطط على المدى البعيد؟ لأنه أنا سؤالي بطريقة أخرى، بأنه إحنا كيف ممكن نخلق من هاي الخطط الاستراتيجية شباب هو اللي يحمل، يعني إحنا بنحكي، خلينا نحكي على، أحكي لك 10 سنوات للأمام، كيف ممكن يحمل القيادة أو يكونوا شباب قياديين. نعم. واعيين في البلد، بحيث إنه إحنا بنحكي على جيل بده يحمل ويحدث تغيير خلال هالفترة الزمنية هاي. شكرا لك، هذا السؤال الحقيقة سؤال مهم جدا. القضية الأساسية، المبادرات هي موجودة أحيانا لظرف ما. نعم. ولقضية طارئة. الأصل ليس هناك مبادرات، الأصل لدينا خطط سنوية وتنفذ هذه الخطط يوميا من قبل المراكز الشبابية كاملة. ننطلق من خلال ماذا؟ الاستراتيجية الوطنية للشباب. نعم. المرحلة الأولى أطلقها صاحب الجلالة، أطلقها بعام 2005، أسست لي عمل شبابي مستقبلي ضمن محاور عديدة. نعم. الآن نحن في مجلس أعلى الشباب بدأنا بتطوير وتحديث الاستراتيجية المرحلة الأولى من خلال ما يسمى المرحلة الثانية الاستراتيجية. نعم. إن شاء الله خلال شهر أو أكثر بسيط يعني سيكون هناك إطلاق لهذه الاستراتيجية الوطنية للشباب المرحلة الثانية. نعم. هذه الاستراتيجية هي العامل الحقيقي والمؤسس للعمل الشباب بشكل عام، لأنه هناك في رؤية واضحة، وهناك رسالة، هناك فلسفة أصلا من هذه الاستراتيجية، هناك أهداف. محاور هذه الاستراتيجية حقيقة المرحلة الثانية نحن قمنا بوضع هذه الأهداف من خلال، والمحاور من خلال الشباب أنفسهم. نعم. من خلال مجموعات البؤرية والعصف الذهني مع الشباب. طبعاً. هم الذين قاموا وحددوا ما هي احتياجاتهم. طبعاً. ما الذي يريدونه الشباب، توجهاتهم، ما هي آمال، خاصة ظروف المحيطة بنا، الظروف الإقليمية والنزاعات المختلفة. هناك تفكير آخر للشباب أصبح، وبعد الربيع العربي بشكل عام أصبح لدى الشباب هناك أفكار متطورة. طبعاً. فقمنا بوضع هذا المحاور، وعلى سبيل المثال لدينا الآن محور ما يسمى بالأمن الإنساني، السلامة الوطنية. نعم. وخاصة نعيش في ظل فيما يتعلق بأفكار متطرفة. طبعاً. دخيلة علينا. فنريد نحن حماية شبابنا وتحصين هؤلاء الشباب من هذه الأفكار من خلال، قمنا مثلاً من خلال هذه الفلسفة، هذا المحور، بعقد العديد من الندوات، المحاضرات، استخدمنا كافة الأساليب، وسائل مسرحيات، أفلام. طبعا. مناظرات بين الشباب لتحويل تفكيرهم بشكل إيجابي. نعم. كل الوسائل والأساليب استخدمناها مع الشباب حتى نستطيع أن نحقق هدفنا وهو حماية وتحصين الشباب موضوع التطرف والإرهاب والعصبية، محاربة الفكر بالفكر يعني. طيب قد ايه نسبة المستفيدين من الشباب من البرامج؟ نعم. اللي بيقدمها المجلس الأعلى للشباب؟ وكمان عندي سؤال. نعم. دكتور، إنه هل هناك يعني تكافؤ ما بين الجنسين، يعني وجود الشباب بالنسبة للبنات؟ بالتأكيد في تكافؤ، لكن حقيقة إذا بحثنا عن المراكز الشبابية، المراكز الشابات دائما فيها نشاط متميز. الصبايا. الصبايا طبعا لديهم نشاط متميز. بس يمكن الالتحاق بمثل هيك برامج من قبل الشباب الذكور أكثر بيكون من في الصبايا. في أكثر هم الشباب في كثير من برامجنا الخاصة بذلك. لكن الحكي برنامج بشكل عام دائما يعني الشابات حضور مكثف وهناك تفاعل أكثر من الشباب. لكن بشكل عام كله الشباب حقيقة لديهم فكر ولديهم رؤية ولديهم يعني بعد تفكيري حقيقة ضمن أهدافنا.
الآن تفضلتي في المرحلة الأولى مثلا السلام الوطني التي قمنا بإعدادها للسلام الوطني لإرهاب الطرب، عدد المشاركين 65,000 شاب وشابة. إذا بحثنا في برامجنا كلها عام 2014 عدد البرامج التي قدمت للشباب في كافة المراكز حوالي 7,000 برنامج، بواقع حوالي 257,000 مشارك. ممتاز. هم الذين قاموا بمشاركة من خلال المحافظات، قاموا بمشاركة معنا بهذه البرامج. لدينا قضية أساسية نعتمد على التقييم الحقيقي لهذه البرامج. كل 6 شهور يتم عملية مراجعة. نعم، سيكون هناك متابعة وتقييم لبرامجنا المختلفة. ممتاز. تكون متابعة حقيقية وتقييم حقيقي من أجل تعزيز نقاط القوة. نعم. وتلافي نقاط الضعف إن وجدت. تقييم القائمين ولا تقييم تسألوا مثلا استفادوا؟ تقييم البرامج. نقيم هذه البرامج بشكل عام. من حيث المشاركات، من حيث أنواع هذه البرامج. ممتاز. ومن حيث الجمهور المستهدف، الفئة المستهدفة. المستهدف نحاول أن نقيم هذه البرامج من خلالها. نصدر دائما تقرير نحن كل 6 شهور برنامج تقييمي يعرض على ناس متخصصين. نعم. وبالتالي نحن نأخذ التغذية الرجعة دائما من خلال هذه البرامج. لدينا حقيقة في الاستراتيجية الوطنية للشباب هذا العام محورين أساسيات. محور طرحه جلالة الملك في الورقة 5 من أوراقه النقاشية. نعم. وهو التمكين الديمقراطي فيما يتعلق بالحوار والرأي والرأي الآخر بالنسبة للشباب. فبالتالي هذه نعتبرها الآن هو برنامج أساسي للمرحلة القادمة لشبابنا. نعم. ومن خلال المناظرة والحوارات حتى يستطيع الشباب بأنفسهم أن. نعم. يقتنعوا في كثير من القضايا الخاصة. لدينا محور كمان وهو يتعلق بتعلق التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات التغيير. مهم جدا حقيقة شبابنا كما تعرف الغالبية العظمى هم دائما ضمن شبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن نحاول أن نحصن ونحمي الشباب. نعم. من خلال هذه الشبكات بطرق معينة. نعم. من خلال استخدام كافة الوسائل والأساليب المتعددة. نعم. حتى نستطيع أن نصل إلى هدفنا وحمايتهم بنفس صورة. الوقت لأنها هي أصبحت طبعاً. وسائل التواصل الاجتماعي هي طبعاً. المؤثر الأول والمعلم الأول للشباب. الآخرين هم يقوم بتزيين أفكارهم. بالزبط. من خلال هذه الشبكات. وبالتالي الشباب أحيانا قد ينجروا وراء أو ينخدعوا وراء هذه الشبكات. فبالتالي نحن نحاول قدر الإمكان تحصين الشباب من هذه الآفات الخطيرة التي دخلت على مجتمعاتنا. دكتور أنا اللي كمان كتير بهمني أنه من خلال المجلس الأعلى للشباب، من خلال البرامج والخطط اللي بتوضعوها، من خلال المراكز، من خلال الأنشطة، من خلال المبادرات، الآن كيف تنظر إلى مستقبل الأردن من خلال شبابنا؟ واقع شبابنا شو بيحكي؟ الشباب الأردني بالتحديد اللي بهمنا قضية الوعي الفكري عندهم، وإنت تطرقت لقضية هامة جدا بأنه الآن شبابنا أمام تحدي وهي الدخلاء على قضايا، أو خلينا نحكي في قضايا التطرف والإرهاب والدخلاء على أفكار الشباب من ناحية سلبية. الآن كيف تنظر إلى مستقبل الأردن من خلال هذه الشريحة الواسعة واللي بتحمل خلينا نحكي النسبة الكبرى من عدد سكان الأردن؟ تسمح لي بس دكتور أعقب. نعم. على هذا. نعم. السؤال بسؤال آخر كمان، مشاركة السياسية للشباب، يعني جلالة الملك كمان كان يؤكد على أهمية المشاركة السياسية للشباب، وكان في فكرة أو مشروع لتأسيس برلمان الشباب. نعم. ويعني كيف إحنا بنقول في مشاركة سياسية والاستراتيجية بتعرف عمر الشباب من 12 ل 30، وإذا بده يترشح للبرلمان يعني من سن 30، قبل هيك لا يسمح. نعم. له. نعم. بالترشح. هلا ست الكريمي، عندما طرح صاحب الجلال أوراق النقاشية 5 في المجلس على الشباب، تم هناك عقد ورش عمل. نعم. لمناقشة ووضع وجهة نظر الشباب الأردني حول هذه الأوراق النقاشية. كانت هناك نقاشات جدية بين الشباب. نعم. وقاموا بتحليل هذه الأفكار وضع أرام تصورات. طبعا كان هناك حوالي 500 ورشة عمل للأوراق 5 بمشاركة 31,000 شاب وشاب بمختلف مناطق المملكة على هذا الأوراق النقاشية. الآن إذا بتلاحظي الشباب الأردني وضع وجهة نظره حول هذه الأوراق في كثير من القضايا. بمعنى آخر وضعوا الشباب وجهة نظرهم حول المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي والقيم وغيره من مجالات مختلفة. بمعنى آخر أن وجهة نظر الشباب الأردني وهذه الأفكار طرحوها هي تؤسس حقيقة لمستقبل واعد لشبابنا. نعم. بأن الشباب الأردني لديه رؤية مستقبلية، وأقول أن هناك تفاؤل بمستقبل الشباب الأردني، لأنه احنا القرب من الشباب دائما والعمل مع الشباب من خلال الأفكار التي يطرحونها تدعونا دائما إلى التفاؤل بمستقبل الشباب من خلال هذه الأفكار المستقبلية. نعم.
القضية الأساسية اللي تفضلت فيها تعلق البرلمان الشباب، وكان أصلا موجود لكنه يعني تعطل فترة من الفترات، هو عمل أساسي حقيقي لشبابنا من أجل التنمية السياسية والبرلمانية بشكل عام. الآن نحن في طريقنا، ومن خلال وجهة نظر الشباب الأردني في الأوراق النقاشية سنقوم بإحياء هذه البرلمانات الشبابية، لكن ربما يكون هناك مسمى آخر لكن بنفس الفكرة بنفس الهدف بنفس المستوى وبنفس الآلية التي قمنا بتطبيقها سابقا، حتى يكون الشباب لديهم فكر جديد. الشباب الأردني حقيقة شباب واعي، وبالتالي في كثير من القضايا التي تطرحها تجد أن الشباب الأردني لديه الحرص الشديد رغم الظروف الصعبة الاقتصادية. صاحب الجلالة دائما يقول أن المشكلة الأساسية هي مشكلة البطالة، المشكلة الأساسية مش الاقتصادية، لكن حقيقة رغم هذه المشاكل صدقا أن الشباب الأردني لديه الدافعية، لديه الحماس، لديه الحس الوطني بكثير من هذه القضايا، لأنه حريص على بلده. حتى التمثيل الأردني في الخارج دائما التمثيل الأردني مشرف للشباب، هناك منتديات عالمية ومنتديات عربية تحصل دائما أن الشاب الأردني هو الذي يحصل على إعجاب الآخرين بالفكر المتطور الذي يحمله هذا الشاب الأردني، الفكر التنويري الذي هو قد غرس به بهذه القضايا. أكيد. هو الدكتور حتى يعني أنا بدي يعني كمان أضيف على هاي النقطة الأخيرة، بأنه سيدنا في أكثر من محفل دولي كان يأخذ عدد من الشباب المتميزين يشاركوا معاه حتى أنهم يمثلوا الأردن. أنا بدي أشكرك عطوفة الدكتور سامي المجالي وحضرتك رئيس المجلس الأعلى للشباب، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هيك بنشوف مستقبل الأردن بشباب اللي هم فرسان التغيير، أعطاهم ثقة سيدنا فعلا هم الجيل اللي رح يحمل مستقبل الأردن والجيل الواعي والقيادي إن شاء الله اللي رح يحدث التغيير. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كل عام وانت بخير. ومشاهدينا خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير عن إنجازات الدفاع المدني، ونرجع بعدين نكمل فقراتنا بالاستوديو مع ضيوفنا. خليكم معنا.